هنا المنظر مأساوي قوي، ودي الطبيعة يا جماعة. يعني محدش يقول فين، طب فين رحمة ربنا في الموضوع؟ في حاجة عندنا اسمها توازن بيئي، ربنا عز وجل هو اللي حطه في الكون، وده قانون الغابة. زي ما انتوا عارفين ان القوي هو اللي بيأكل دايما ضعيف، زي ما انتوا شايفين هنا ان الأفعى بتحاول تعصر القرد الصغير دوت البيبي وتدخله الجحر بتاعها وتقعد تمزمز فيه وتاكل فيه. طبعا القرد لا حول ليه ولا قوة، بيحاول يعضها عشان خاطر يطلع منها او يحاول يهرب منها، بس للأسف لغاية دلوقتي مش عارف يهرب منها او تكتب له حياة جديدة. ولسه ما نعرفش لحد دلوقتي، ممكن يكون في نهاية الفيديو يعرف يهرب او اي شيء. احنا لسه لغاية دلوقتي بنشوف هل هو عنده القدرة ان هو يقدر يهرب ويفك نفسه من الأفعى، ولا هي الأفعى بتقرص عليه اكتر عشان خاطر تعصره اكتر وتدخله الجحر بتاعها، بس هو بيقاوم لاخر نفس ليه في الوجود دايما. هي دي الطبيعة يا جماعة،